الملف كان مدرج في المداولة اللي ندخل بالحكم بسبب الحالة الصحية لأحد المستشارين المشكلين للهيئة القضائية. تم تمديد ديال الجلسة السابقة إلى هذا الأسبوع هذا، ولكن الأستاذ المستشار مازال في حالة مرضية، فالمحكمة ارتأت إخراج الملف من المداولة مع إدراجه بجلسة يومه. تمت المناقشة تأكيد المرافعات السابقة وحجز للمداولة للنطق بالحكم لجلسة الأربعاء المقبل إن شاء الله. مسألة عادية في قانون المسطرة الجنائية مادة 297، ملي كتبدل شي عضو باعتباره شارك في المناقشات كيتعاود المناقشات من جديد. إذا إن شاء الله نهار الأربعاء مداولة مع 9 ديال الصباح. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.